لعل الشعر العربي بصورة عامة كان يسمى الشعر ديوان العرب، والشعر السوداني له مكانة في الشعر العامي بأنماطه المختلفة، سواء كان الشعر العمودي أو قصيدة النثر أو غيرها من أنواع الشعر المختلف. ننقلكم مباشرة في هذه المساحة للترحيب بضيفي داخل الاستوديو أحمد بلة الكاهلي الشاعر، حبابك عشرة في ظلال الأصيل وداخل قناة الشروق الفضائي. حبابك. حبابك والله يا أستاذنا، وحباب مشاهدين الكرام، وسعيد اليوم أكون ضيف في برنامجكم الجميل ظلال الأصيل، والتحية لك. مرحبا بك. نشوف بداية المراحل الأولى لتكوين أحمد بلة الكاهلي، متين كده حسيت أنه جواك إنسان شاعر قادر يعبر عن مفردات معينة يمكن يكون ما متاح لكثير من الناس أنه يعبروا بها؟ والله تحية لك. البدايات يعني كانت من الأساس، أنا كنت تستهويني الكلمة، فكنت بسمع يعني ليوت شوراني شاعرنا الكبير والمسيخ والشاعر الراحل ربنا يرحمه ويغفر له والدلخاوية، فبتستهويني الكلمة، فمن اللحظات ديك يعني استهوتني وبديت أكتب. هل كانت في أي ملامح لأنه أنت ممكن تكون شاعر، يعني الناس اللي حوالينك قال لك يا أخي والله أنت عندك محاولات كويسة ممكن تكون شاعر لقدام، أنت ذاتك حسيت أنه فيك بذرة شاعر ممكن زول يكون بينضم كلمات غير معتادة معبرة بالنسبة للناس، كلماتك بتحس أنه الناس بتستقبلها بترحب، بالتالي حسيت أنه أنت ممكن تكون مشروع شاعر جيد؟ والله يا أخي التحية من هنا لأخواننا في صبابة، والناس ديل يعني القريبين مني كانوا يعني يقولوا إنه أحمد ممكن يكون شاعر، وجمال الكلمة بيستهويهم، وأنا زي ما قلت لك بتستهوي. كلام ده في الابتدائي ولا في الثانوي ولا في الجامعة؟ في بدايات الثانوي. بدايات الثانوي. أي، والتحية لأستاذنا عبد الملك محمد صديق، يعني ده الزول اللي دائما بيقول لي يا أخي واصل في الطريق ده وأنت يعني حيكون لك شان إن شاء الله، فكان بيدخل جواي روح الأمل والحاجة دي خلتني واصل في الكتابة. شنو أول قصيدة كتبتها تذكرها؟ والله هي أول قصيدة يعني ما كانت قصيدة، هي كانت مجارة أو مجادعة، كانت عبر الميديا في الفيس، دي كانت البدايات. كانت في العام كم؟ 2019 تقريبا. 2019. طيب خلينا برضو الكاهلي نقيف على أنماط الشعر اللي كتبته، يا نوع من أنواع الشعر أنت كتبته. والله أنا زي ما قلت لك في البداية يعني بحب الشعر بتاع الدوبيت، فكنت بكتب دائما بجمال المفردات حقاته واللي هو تراث لنا، فكتبت بالدوبيت وكتبت في الشعر الحديث وكتبت في الشعر الفصيح. طيب سمعنا نموذج، سمعنا شنو؟ أسمعك في الشعر الحديث. طيب سمعنا. قلت بدايتنا كانت خير ورسمناها في غنوة، والجاي لسه كثير ما بنجيبه بالعنوة، سير حروفنا غزير مستفنه بالمنية، بس هل يا قلبي انت بصير ولا كملة الدنيا؟ يا أخي انت لسه صغير وجواك كم منية، سيبك من التقدير وخليك في الغنية، الأمر ليك عسير وما بتلقى ليك جبير، وانت في الدنيا وسيبك من التقدير وخليك في الغنية. جميل. جامعة الخرطوم، وانت طالب في جامعة الخرطوم كلية العلوم، وبيئة جامعة الخرطوم حيث الثقافة على أبوابه كما يقول الدارسين والعايشين في بيئة جامعة الخرطوم، تأثير عليك كناظم للشعر وكاتب للشعر؟ والله يا أخي تحية للغايمين على أمر جامعة الخرطوم، وتحية لجامعة الخرطوم، فجامعة محببة لي شديد، وعلى إطار الجامعة دي يعني أنا كنت من الناس اللي بيحلموا إنه يدخل جامعة الخرطوم. كان الحلم مغاير للواقع اللي أنا بدرس فيه، اللي هو كنت بحلم إنه أدرس مختبرات، لكن ما شاء الله دخلت علوم. أضافت لك شنو على مستوى المستوى الأدبي يعني؟ المستوى الأدبي أضافت لي الكثير، يعني أنا لما جيت فكنت دائما بس يعني بمشي منتديات وبستمع لشعراء، وكانت في روابط
يعني من أبناء تنبول وأبناء البطانة، فكنت من ضمنهم، يعني أضافت لي الكثير يعني في تطوير المفردة حقتي وفي تطوير الكلمات اللي هي. طيب نسمع نموذج ثاني. طيب أنا سمعك قصيدة محببة لي شديد اللي هي بالفصيح، فقلت لا مجال للحزن بداخلي، فأنا السعادة والزمان الحالي، أتيت من صلب المعاناة لأعرف الناس على إبدالي، فأنا المريض والدكتور والدواء، وأنا الليل والصبح والهواء، لا أجيد التزيف والالتواء، سأعزف وحدي على أوتاري مهما طال الزمان وبعد عن داري، لا يهمني أحد وإن وهنت أغداري، أحب أخي والحبيب ابن عم تجاري، رسمتها لوحة في فناي فأشرقت أضوائي معاً تداعب صبحي ومسائي، البلاغة موطني والنحو إملائي، فكم وكم عزفت أحرفاً وصححت أخطائي، تنافر مني ذوي القربى فكانوا أعدائي، فقل لهم يا وتيني إنني قادم وبعطائي سأبلغ الحلم وسأكون أجمل فداي. جميل يا كهلي. بيقولوا أصدق الشعر أكذبه، صح، وبديت النص ده بيروح فيها تفاؤل وإحساس بالأمل، ومعظم الشعراء بيميلوا للقصائد الحزينة ذات الصبغة الحزينية باعتبار أن الحزن أصدق عاطفة، فهل الشاعر بيختار نص معين على شاكلة أنه النص يكون عكس المألوف، مثلا عايز بدل الحزن تبدأ بنص تفاؤلي، ولا أنت بتختار لحظة الكتابة اللي بيجيك دي ويطلع النص زي ما يطلع؟ والله هي الخاطرة مثلا بتجيب انت بالترجمة لحروف، فانت ما بتكون يعني بتسيطر عليها، فانت بتحول الإحساس حسب الإحساس وحسب الحاجة اللي انت بتكتب فيها. النص عندك ممكن يكتمل فيه كم؟ والله النص يعني ممكن يومين ثلاثة، يوم، أسبوع، فأنت ما بتقدر تحدد الحاجة. يعني هل ممكن يكون في نص اتبدأ في وقت معين وجيت بعد عام حسيت أنه النص ده محتاج تعديل أو محتاج تغيير في شكل الوزن الغافية أو محتاج إضافة معاني معينة أو تبديل مفردات محددة؟ أيوة نعم، يعني بتحتاج أنه دائما تعدل في كلماتك وبتشوف يعني الأنسب، ويعني في وزن الغافية دائما يعني بتحاول عشان شنو تستساغ للفهم للسامع، ففي النهاية انت يعني في تدي في رسالة، فلازم تعديها على الوجه الأكمل وبصورة جميلة، وزي ما قلت لك الدوبيت ده يعني إرث وله تاريخ وله أبعاده، يعني لازم يطلع بصورة جميلة اللي نحن تلقيناها به عشان المستمع تلقاها بنفس الصورة. انت شكلك مايل للدوبيت. الدوبيت فيه أنماط كثيرة، فيه الفخر، فيه الغزل، فيه الشجاعة، فيه كثير من الأنماط. نسمع نموذج من الدوبيت، أيا كان النمط اللي بتختاره انت، سواء كان في الحكمة أو في الفخر أو في الغزل أو في الرثاء. طيب أنا سمعك قلت ما بندعالة ولا بنغير طريقنا، والبيوصل ديارنا بيعرف مغامنا وريقنا، ثابتين كالجبال ما في شيء تنعيقنا، وغير الله ما بنعرف ولا بنفش ضيقنا، والدايرنا والمابين حبابه، والبيجينا بسرط وش ما بنسأل من أسبابه، الكرم هينا والعز عندها لبيت رحابه، والزعل مرفوض بين الأخوان والله لا جابه، لو داير تعرفنا أزال مننا التاريخ، مطبوع في شيء ما العرب ومرسخ ترسيخ، ما نعتونا بالرزيلة والفعل المسيخ، نحن اعتلينا المعالي فتنا سما المريخ، عشان أهلي بجيت ترتيب حروف القافية، واستاهل التلوب أهل القلوب الصافية، كلامهم حكم ومعاني شافية، ولغة العرب فيه نصل ما متنافي، ترتيب القوافي وحزبتها أصل ما بالساهل، ونحن سيادة وعقولنا دائما ماهي، ما بنعرف الرية والحسد والتجاهل، وزال التاريخ من بني كاهل. تحية لأهالي الكوالة كمان. بنحييهم من هنا وبنحيي كل القبائل السودانية. الكاهلي محطة مهمة عند أي شاعر لازم يقف عندها، الكتابة للوطن والتعبير، ودائما الوطن عند الشاعر انفعاله به أكبر
أكبر من أي نموذج آخر. محمد الحسن سالم حميد نموذجا كتب وطننا حبيبنا رغما بين حنيننا إليك زين يا زين يظل دفاق وما حوجت لو نديك. محجوب شريف كتب في حضرة جلالك طيب الجلوس مهذب أمامك يكون الكلام. خليل فرح كتب للعازة وفي معاني العازة اللي هي رمزية للوطن. فالوطن عند أحمد بلة الكاهلي والله الوطن يعني حبه مغروس فينا, وأي شاعر لو ما كتب للوطن بيعتبر ما شاعر وما بتكون عنده وطنية. فأنا كتبت قصيدة للوطن بتقول كفاية غبلية وكفاية تصنيف, كلنا واحد بدون تعريف, يلا نعمر بلدنا ويلا نقيف ما هو ده سوداننا دائما ربيع وخريف. المربوعة دي كانت صادفت يعني هي بتمس يعني بتناشد انه ما نكون في غبلية وفي فراغ وفي تشرزم. اما الكتاب عن الوطن فقلت تعالوا اريد عن السودان دليل, ده بلدي بلد المليون ميل, ناس عزاز وكرام بسند الحيل فيهم حمد وجلواك وبليل, سوادنا نحن أهل الشاية والراكوبة وأهل الفركة والتوب والمسلوبة, ثابتين كالجبال ما بتغشنا المخروبة, والتاريخ اشهد مننا وتحبوبة, بلد فيه الطيبة وطعم هيوبة ونيل, سواعد عز وسيف نهز وكرم سيل, نار تبقابة وصبر صحابة وفرسة خيل, فيه الدوم عزب الكوم وسن الفيل, وفيه الدوم عزب الكوم وسن الفيل. يا سلام. المعاني الوطنية بتجسد عند الشاعر من خلال عدد من العناصر, يعني التربية الاجتماعية كويس أكيد. منها تأثره ببيئة معينة, منها استماعه لشعراء تانين. فمن وين بتستقي مفرداتك اللي بتنظمها في الشعر دي عشان تجيك؟ والله يا أستاذ يعني سؤالك يعني حقيقة عليه, لكن أنا ما قاعد أستلغي كلماتي من شاعر أو أغتبس كلمات من شاعر تاني. فشنو اللي أنت يعني بتكتب في يعني في حاجة معينة سواء كان في الغزل في بتفتكر شنو سر تكوينك كشاعر؟ يعني ده شكل السؤال إذا ما فهمته, يعني شنو الخلاك شاعر مميز عن الناس التانيين؟ هل بيئتك اللي عشت فيها مثلا, ولا ثقافتك من خلال قراياتك واطلاعك, ولا محبتك مثلا لشكل معين من الأنماط مثلا الدوبيت أو الشعر الفصيح أو الشعر الداري؟ شنو الأكسبك موهبة إنك تنظم شعر مختلف عن الناس التانيين؟ والله يا أخي عشقي للغة العربية العربي. أي أنا بحب اللغة العربية شديد, وبس بتستهويني جماليات مفرداتها وتراكيبها وسحرها البديع. فدي الحاجة دي أكتر شيء يعني, والتحية لأستاذنا عبد الملك المرة الثانية, يعني أكتر حاجة يعني الناس بتحبها فيني إنه أنا بكتب باللغة العربية الفصيح. وكان شاركت برضو في منتديات يعني عبر الميديا في مجموعة لغة الضاد, يعني بتضم عدد كبير من الأدباء العرب. فحبي للغة العربية هو اللي خلاني أكتب والناس تحب المفردات حقتي. طيب أنت قلت بتستمع لشعراء كتبوا بنمط الدوبيت, وأنت بتحب اللغة العربية الفصيحة, بالتالي قرأت لشعراء كتبوا بالعربي الفصيح. نشوف الدوبيت وشعر الحماسة يكاد لا يفترقان, يعني كل من كتب في الدوبيت كنمط أو مربعات كتب عن الحماسة والفخر. نشوف أحمد بلة ودى الكهلي. طيب كهلي ودعز من قمت رافع راسي, مجرب حد سيفي ديما بجز يواسي, كان داير تعرفني وتعرفه أساسي, يكفيني في صبابة أهلي وناسي, بدون تزييف للمعاني وعلة, أنا ماني ود مداين ود حلة, ود ناسا عزاز وأجلة, اسمي غالي علي سموني واتبلى, ميلادي كان في الحبيبة صبابة, ولد ناسا عزاز وليهم مهابة. سيدة طيب دي لحد هنا تعريف عني أنا. عندك نموذج تاني لشعر الحماسة؟ لشعر الحماسة طيب بقول لك في أهلي
قلت القول السمح والكلام الشافي والنسب الاصيل والتبر الصافي الكرم اللي ببشاش الزي ما في حرم مكانه ولاد احمد والضصافي فراسا الاك مدوشكا والكاتيوشا واقفين ست ينوقف في امريكا بيجوشا اليوم اللي بتولع نار وباقي الخلق ملبوشه ناس بلوا ياسر بركزول وبيهدوا عروشه أربعتين مربعتين. طيب خلينا نتكلم برضو عن الجمعيات الأدبية وشاركتك فيها ولقائك لعدد من الشعراء، كيف ممكن يسهم في مسيرتك كشاعر بيكتب أكثر من نمط شعري؟ والله الحقيقة يعني أنا لسه يعني ما شاركت في أي جمعيات أدبية في جامعة الخرطوم؟ لحد الآن لحد الآن ما شاركت بحكم أنه أنا اللي حد الآن يعني أنا الآن في المستوى الثاني فلسه جديد يعني ما عرفت على ناس كثير. جميل. طيب هل عندك ناس بتستشيرهم في النصوص اللي بتكتبها؟ يعني لما تجي تكتب نص بتتصل لشخص معين ولا انت بتكتب النص وبتعتبره خاص الى ان يكتمل النص وبعد ذلك بتسمعه للناس؟ والله يعني في ناس بيستشيرهم، يعني تحيه لاخونا حسن عاطل العكداوي بغرية صوابه، وتحيه لاستاذ عبد الملك محمد صديق، والتحيه لعبد الله الاسمر والخال برضه عوض الجيل من هنا التحيه له. يعني ديل الناس اللي واقفين معي في قصه النصوص وانه يعني كويسه، يعني دائما برسل لهم قبل ما انا انشرها في صفحتي، فديل الناس اللي مهتمين بالمفرده بتاعتي. طيب هل عندك فلسفه معينه في اختيار حجم القصيده؟ لانه لاحظت معظم قصايدك اما مربوعتين او حتى سته ابيات او سبع ابيات، هل دي جايه عن قصد ولا بيكون فكره القصيده انتهت معك عند الابيات دي؟ والله تغريب يعني حرفيا كده جاي عن قصد، يعني بحب دائما الايجاز زي ما قلت لك انه انا يعني من عشاق اللغه العربيه، فبحب دائما اوجز في الكلام. فانت لما يكون مفرداتك قويه وبسيطه يعني بتكون سهله للسامع انه يتقبلها وكده. طيب النمط الشعري المحبب بالنسبه لك الكاهلي، هل الشعر العامي السوداني ولا الدوبيت ولا الشعر الفصيح ولا يا ترى نمط من الانماط الشعريه بيكون محبب بالنسبه لك سواء كان في السمع او حتى في الالقاء؟ البيئه اللي انا جاي منها بتحبب لي الدوبيت، تمام، لكن انا ميال للشعر الفصيح ويعني بتستهويني كلمات ويعني يعني عايز اغوص في اعماق اللغه العربيه دي وابدع في المجال ده. لكن الدوبيت بحكم الريف وجمال الريف والبلد اللي انا جاي منها يحكم علي انه اكتب شعر بتاع دوبيت. طيب الدوبيت عنده اقسام كثيره ذكرنا منها قبيل، الفخر والحكمه والشجاعه والرثاء والغزل، والغزل يمكن نمط رئيسي في انماط شعر الدوبيت والمربعات. وإذا جينا نتكلم مثلا عن محطة ناس وتشوراني وود البنا وود الخاوية ومن قبلهم عكير الدامر، بنلقى نظموا فيه الكثير. مثلا عند عكير الدامر في المربوعة اللي جمعت أكثر من خمسة شعراء شاركوا في نظمها، منها اتمنى الذهب لو لونه يشبه لونك، واشتهت الدرر وهي تبقى سنونك، مجنون ليلى حالته اقل من مجنونك ما دام ليلى كانت في المحاسن دونك، وما كتب والجزئيه اللي كتبها ابو قطاطي شعرك منتظم زي السلاسل فتله، ولحد اخر القصيده. فالكاهلي كتب شنو في الغزل؟ في الغزل كتبت فيها جيدك حاك جيد البلودي لاف عالي صدرك ومقسم خصرك النشاف، من تلاها قلبي وتصاب رعاف بيت من تبت حالات حيرة الوصاف، وباسم تبارك والكهف صورة قاف فيك جمال حير الوصاف، الخلاني أنو متهني وعيوني خفاف بيت مكسية بالذوق والخلق والعفاف. مربعات قصيرة يا عبد الكاهلي. جميل. طيب من أجمل القصائد المحببة بالنسبة لك، دائما الشعراء لما يجوا للنقطة دي بيقول لك أنا الشعراء القصائد عفوا عندي زي اولادي، فكلهم عندي واحد، لكن الشاعر بينه وبين نفسه عارف بيكون عنده نص محبب بالنسبه له،
لميزة في النص، يعني يمكن يكون أول نص حفظه ما بالضرورة أول نص كتبه، أو لمناسبة النص اللي اتكتب، أو لطريقة النص اللي اتكتب بها، وغير من باقي المناسبات اللي بتخلي نص من دون كل نصوص الكتابة أقرب له. والله أجمل نص لي اللي هو بالضرورة بتحبه أنت. أي كان كتبته في خالي، والتحية له الخال عوض الجيد البلد الصافي، فقلت زعيم غوم خالي ونسبه ما أصل، فارس حوبة ساعة الحارة ما بيتنصل، توب الهيبة كاسيه عليهم مفصل، عزي والله انجار الزمن علي يتنصل، خالي كريما للي بيعرفه والما بيعرفه، هيلو الذكرى اتنين فيها ما بيختلفوا، قضي حوجة للمحتاج سهل صرفه، وين ما تكون اللي لقيته بيعرفه، طيب طيبة بعد الناس شالوا عقابة، تركت ناسا عزاز ليهم مهابة، خالين جارت الدنيا وقفلت أبوابة، بعد الله أنده ليه بعزك وكلمة مجاب، قدر ما أكتب فيك يا خالي الحروف تدعزر، هي لك المكارم حشاك ما بتتفزر، فارز عركة اليوم السلاح ومجنزر، تفخر بيك كل القبائل وطراف البندر، تفخر بيك كل القبائل وطراف البندر. جميل. طيب أحمد بلة، أي شاعر بيكون عنده فكرة لمشروعه الشعري، يعني بيكون عارف هو من محطته اللي هو فيها هسه دي حيمشي وين، عنده مشروع متكامل لموهبته الشعرية، هل عندك فكرة معينة لمشروعك كشاعر، يعني ناوي تعمل شنو في الخطوة الجاية؟ والله ناوي أنداح في الشعر الفصيح، ويعني أبدع فيه أنا، وزي ما قلت لك يعني الأساس يعني في تكوين مفردات أحمد بلة اللغة العربية، فأنا يعني بحب الشعر الفصيح وناوي يعني أوصل للعالمية فيه، وناوي برضو إنه يعني أشرف الناس اللي بتسمعني واللي بيستهوا الدوبيت، وأشارك في البرامج اللي مثلا زي أنفاس البوادي والحاجات دي، وأوصل رسالتي في شعر الدوبيت. والله أمنياتنا لك بالتوفيق، وإن شاء الله كل أمنياتك تتحقق. شرفتنا كثير ونورتنا في برنامج ظلال الأصيل وفي قناة الشوق، كتر خيرك. تسلم والله، وشاكر لكم على الاستضافة، وتحياتي لأهلنا في غرية صبابة، عركيين سريحاب حسنات أهليك وأهلة، والتحية للوالد والوالدة، والتحية لأخواني الصافي ومحمد عظيم والشفيع، والتحية لأخونا يوسف موسى، والتحية لأخونا محمد فيصل وعمر يوسف وكل عشان ما تنسى زول. أيوة، والتحية لأولاد الخالة في المملكة العربية السعودية الطيب والصديق وعمر، التحية لك أستاذ، كتر خيرك. شكرا جزيلا. دي كان محطتنا مع شاعر أحمد بلة الكاهلي، فقرات متعددة ومتنوعة ما زالت في الانتظار، فاصل ونعود.